بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم إن شاء الله بالدرس 79 اللي خاص بتقنية السيكوال سيرفر. في هذا الدرس راح نناقش سيكوال سيرفر ديدلوك فيكتيم سيلكشن. أنا محمد إماد عرفه. في هذا الدرس راح نتعرف على الأمور التالية: كيف بإمكانه إنه السيكوال سيرفر يعثر على الديدلوك، وفعليا ما الذي يحدث عند اكتشاف السيكوال سيرفر للديدلوك، وما هي الديدلوك بريوريتي ستيتمنت، وما هي المعايير اللي راح يستخدمها السيكوال سيرفر حتى إنه يقرر أيهما راح يكون ديدلوك فيكتيم عند عثوره على الديدلوك. أوكي، كل هاي الأسئلة راح نجاوب عنها في هذا الدرس. الآن بكل بساطة السيكوال سيرفر بعثر على الديدلوك عن طريق اللي هو استخدامه للباك جراوند ثريد، وهذا الباك جراوند ثريد اسمه لوك مونيتور، وهذا اللوك مونيتور ثريد موجود بداخل السيكوال سيرفر وبنعمل له رننج، بنعمل له تنفيذ كل 5 ثواني بشكل افتراضي. وعن طريق هذا الباك جراوند ثريد بيتم اكتشاف إذا كان في عنده ديدلوك ولا لا. الآن إذا هذا اللوك مونيتور ثريد عثر على ديدلوك، فبالتالي بيتم تقليل الفترة الزمنية المخصصة له من 5 ثواني إلى أقل من 100 ملي سكند، وهذا الأمر بيعتمد على مدى تكرار الديدلوكس. الآن إذا تم إيقاف هذا اللوك مونيتور ثريد عن إيجاد الديدلوكس، فبقوم السيكوال سيرفر، أو خلينا نحكي بشكل اللي هو بشكل رئيسي، بقوم الداتابيس إنجن بزيادة الفترة الزمنية من 100 ملي سكند أو أقل إلى 5 ثواني. الآن ما الذي يحدث عند اكتشاف السيكوال سيرفر للديدلوك؟ الآن بكل بساطة عند حدوث الديدلوك وعمليا اكتشافه من قبل الداتابيز انجن، بيقوم بشكل مباشر بعمل بيقوم اللي هو داتابيز انجن بإنهاء الديدلوك عن طريق اختياره واحدة من هاي الثريدز كديدلوك فيكتيم. اوكي، فبالتالي داتابيز انجن راح يختار واحده من هاي الثريدز او واحده من هاي السيشنز كديدلوك فيكتيم. الان بكل بساطه الديدلوك فيكتيم ترانزاكشن راح ينعمل له رول باك، وراح يرجع لك ايرور اللي هو 1205 ايرور لهذا الابلكيشن. رول باك لهذا الترانزاكشن يعني انه الداتابيز انجن راح يقوم مباشره بعمل ريليزز لكل الريسورسز المحجوزه لهذا الترانزاكشن. ومجرد ما ينعمل ريليزز لكل الريسورسز المحجوزه لهذا الترانزاكشن، بيخلي عندي الانذر ثريدز انه يقوم بتنفيذ عمليا مهامه بدون اي مشاكل. اوكي، وبهيك بيقوم السيكوال سيرفر او الداتابيز انجن بانهاء الديد لوك. لأن السؤال اللي بيطرح نفسه: ما هو Deadlock Priority Statement؟ الآن by default SQL Server Engine بيختار الترانزاكشن تمام ك Deadlock Victim بالاعتماد على اللي هو الكوست لإلها، فبالتالي أقل تكلفة من ناحية الرولباك هي فعليا رح تكون Deadlock Victim. اوكي، الان بامكانك انك تحدد هذا الامر عن طريق اللي هو البريوريتي سيشن لهذا الديدلوك. فمثلا لو كان في عندنا ترانزاكشن، وانا مثلا هذا الترانزاكشن بدي اعطيه بريوريتي على اي انذر ترانزاكشن لما يحدث معي الديدلوك، بحدد هذا الامر عن طريق اللي هو ديدلوك بريوريتي ستيتمنت. فمثلا فبالتالي عن طريق هاي البريوريتي بامكانه انه السيكوال سيرفر انجن ينتبه عمليا لهاي البريوريتي، وبناء عليها يقرر ايهما راح يكون في له ديدلوك فيكتيم. اوكي، الان طبعا الاقل بريوريتي هو فعليا راح يكون ديدلوك فيكتيم. الان على سبيل المثال عندي هون بدي، طبعا هو باي ديفولت بيكون الديدلوك بريوريتي الفاليوز له اللي هو عباره عن نورمال، تمام؟ فبالتالي الديفولت فاليو للديدلوك الديدلوك بريوريتي ستيتمنت هو نورمال، وطبعا بامكانه يكون لو، نورمال اور هاي، او بامكانك انك تعمل له اساين انتجر فاليو واللي هي قيمتها بتكون ما بين ماينس 10 ل 10. لو معناها ماينس 5، نورمال معناها 0، وهاي معناها 5. اوكي، الان ما هي الكريتيريا اللي رح يعتمد عليها السيكوال سيرفر حتى انه يقرر ايهما ديدلوك فيكتيم؟ اوكي، الان باول معيار رح ينتبه عليه هو Deadlock Priority Statement. فبالتالي اذا كان Deadlock Priority ما بينهم مختلف ما بين هاي الترانزاكشن، رح مباشرة ينتبه على اقل Priority، والاقل هو رح يكون Deadlock Victim. الان اذا كان في عندك فعليا 2 Sessions وكلاهما له نفس Priority، فبالتالي رح ينتبه السيكوال سيرفر على الكوست من ناحية الرولباك. اقلهما كوست من ناحية الرولباك هو اللي رح يكون فعليا deadlock victim. لأن إذا كان فعليا في عندك 2 sessions وإلهم نفس ال deadlock priority وإلهم نفس ال cost من ناحية ال rollback، فبالتالي راح يتم اختيار deadlock victim randomly بشكل عشوائي. أوكي، خلينا نشوف هذا الأمر بشكل عملي. الآن لو رحت عندي هنا مباشرة
على السيكوال سيرفر. راح تلاحظوا الان انا فعليا في عندي تو تيبلز، اللي هو تيبل اي وتيبل بي. زي ما احنا فعليا شايفين تيبل اي بيحتوي على فايف ريكورد، وتيبل اللي هو بي بيحتوي على اللي هو ميري زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي الان خلينا نروح مباشره. عندي هنا في عندي اللي هو تو سيشنز، هذا هو السيشن الاول وهذا فعليا هو السيشن الثاني زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي الان انا بكل بساطه راح اقوم فعليا بتنفيذ هذا الابديت ستيتمنت الاولى اللي خاصه بترانزاكشن 1. لاحظ انه عندي هون الابديت ستيتمنت راح تقوم فعليا بالتعديل على 5 ريكوردز. اوكي فبالتالي هي فعليا اثرت على فعليا 5 ريكوردز. لاحظ انه هنا اعطاني 5 روز افكتد. الان لو بروح مباشره على ترانزاكشن 2 وبقوم بتنفيذ الجزء الاول في الابديت في الابديشن ستيتمنت، لاحظ انه هنا راح ياثر فقط على 1 ريكورد، اوكي سنجل ريكورد. فبالتالي تمام الان لاحظ انه انا فعليا ما حددت لهم اي برايورتي، فبالتالي لهم اثنين نفس البرايورتي. تمام الان راح اقوم بشكل مباشر بتنفيذ السكند ابديت ستيتمنت، فبالتالي راح يصير عندي هون اللي هو ديد لوك راح يعمل ويتنج. الان لو بروح مره ثانيه باجي بعمل عندي هون اللي هو اكسكيوت، الان ايهما راح يعطيني او ايهما راح يختاروا كديد لوك فيكتيم؟ لاحظ معي عندي هون بشكل مباشر السيكوال سيرفر او الداتابيز انجن اختار انه يكون ترانزاكشن 2 هو فعليا الديد لوك فيكتيم. ليه؟ لانه بكل بساطه كلاهما له نفس البريوريتي تمام اللي هي نورمال، ولاحظ انه فبالتالي انتقل الى النقطه الثانيه انه بيعتبر ايهما اقل كوست، طبعا في حاله الرول باك ايهما اقل كوست، انه يتراجع عن 5 ريكورد هو عدل عليهم ولا انه يتراجع على سنجل ريكورد. فبالتالي الافضل انه يتراجع عن سنجل ريكورد، فبالتالي اختار انه يكون ترانزاكشن 2 هو ديد لوك فيكتيم، في حين انه ترانزاكشن 2 فعليا اصبح عندي فعليا ترانزاكشن 1 تم تنفيذه بدون اي مشاكل. الان لو باجي بعمل عندي هنا كوميت لهذا الترانزاكشن تمام زي ما احنا فعليا شايفين. الان لو بروح مباشره وبعمل سيلكشن ستيتمنت وبتاكد انه هل فعليا تم تنفيذ اللي هو عمليا الترانزاكشن الاول ولا لا، راح تلاحظ انه فعليا نفذ الترانزاكشن الاول وعدلك اياهم من مارك وبين وتود وبام وسيرا الى عمليا الاس ام بلس ترانزاكشن 1 زي ما احنا فعليا شايفين في كلا التيبلز. اوكي الان خليني ارجع مره ثانيه فعليا اشطب الداتا الموجوده عندي هون، وفعليا ارجع مره ثانيه اعمل انسيرشن للداتا في التيبل الاول وفي التيبل الثاني زي ما احنا فعليا شايفين. الان فقط خلينا نرجع مره ثانيه نعمل سيلكشن، انا رجعت الداتا كما كانت. اوكي الان خلينا نرجع مره ثانيه عندي هون لهذا الترانزاكشن الاول والترانزاكشن الثاني، وانا عندي هون بدي اقوم فعليا بالذهاب الى الترانزاكشن الثاني واقوم فعليا بتحديد له برايورتي. فبالتالي انا هون راح اعمل set deadlock priority high. اوكي تمام الان مره ثانيه انا فعليا راح اقوم بتنفيذ الترانزاكشن الاول تمام، فراح اختار عندي هون اللي هو هاي الستيتمنت، وبعد هيك راح اقوم ايضا بتنفيذ هذا عمليا الجزء من هاي الستيتمنت في الترانزاكشن الثاني. الان ايضا مره ثانيه راح اختار عندي هون اللي هو تنفيذ هذا الجزء، وبعد هيك راح اختار تنفيذ هذا اللي هو الجزء. ايهما راح يكون الديد لوك فيكتيم؟ راح يكون ترانزاكشن 1. ليه؟ لان انا فعليا قمت بتحديد اللي هو بريوريتي للترانزاكشن الثاني اللي هو هاي، في حين انه انا عندي هنا في ترانزاكشن 1 باي ديفولت راح يكون البريوريتي لها نورمال، فبالتالي اعطي الاولويه للترانزاكشن الثاني عن الترانزاكشن الاول، فبالتالي الترانزاكشن الاول هو اقل بريوريتي، فبالتالي هو كان فعليا الديد لوك فيكتيم. فبالتالي اذا هاي هي المعايير اللي بيعتمد عليها السيكوال سيرفر انجن في حين حتى انه يحدد الديد لوك فيكتيم. راح تلاحظ انه هذا هو المثال الاول اللي انا استخدمته بدون اي بريوريتي، كلاهما كان له نفس البريوريتي، فبالتالي انتبه على الرول باك كوست. طبعا كان عندي الرول باك كوست من ناحيه التكلفه الاقل هو ترانزاكشن 2، فبالتالي كان هو ديد لوك فيكتيم. لاحظ معي عندي هون في عمليا المثال الثاني انا قمت بتحديد البريوريتي للترانزاكشن الثاني، فكان له اولويه اعلى من ترانزاكشن 1، فترانزاكشن 1 كان هو اقل من ناحيه البريوريتي، فبالتالي كان ترانزاكشن 1 هو ديد لوك فيكتيم. اوكي اذا هذا هو كل شيء بالنسبه لدرسنا لليوم، بتمنى ان يكون درس اليوم واضح وسهل. اخيرا thanks for listening and have a great day.